امبارح كان في اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية مع عدد من الوزراء وأساتذة التخطيط. الاجتماع الهدف منه التوصل لأفضل الحلول المبتكرة اللي تحقق الهدف المحوري المتعلق بالحفاظ على التراث والنسيج المميز لمنطقة جنوب القاهرة التاريخية، وفي الوقت ذاته تسهيل الحركة المرورية اللي هي زحمة جدا طبعا في المنطقة دي اللي ليها أهمية تاريخية وتراثية كبيرة. تفاصيل أكتر عن الموضوع ده وعن أهمية تطوير القاهرة التاريخية هنعرفها من دكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة للجنة التاريخ والآثار. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الفل يا فندم. يا ريت تقول لنا أكتر إيه اللي بيتم دلوقتي من أجل تطوير هذه المنطقة. طيب كويس جدا. أول حاجة نقول إيه هي منطقة جنوب القاهرة التاريخية. المنطقة دي طبعا طبقا للقانون 119 لسنة 2008 عندنا القاهرة التاريخية مقسمة لثلاث نطاقات: منطقة القلعة وابن طولون، شارع المعز لدين الله الفاطمي والجمالية وكان الخليلي والحسين، ومنطقة الفسطاط والمقابر ومنطقة مصر القديمة والمعبد اليهودي اللي شهد أعظم افتتاح في مؤخرا اللي هو للمعبد اليهودي اللي أشاد به العالم كله، وافتتاح حصن بابليون، وأنا كتبت عن الأهمية والمردود الثقافي والسياحي لافتتاح هذه المنطقة. النقطة الثانية إن إحنا دلوقتي عندنا العديد من النقاط الإيجابية صراحة اللي خرجت عن هذا الاجتماع، يمكن أهمها الحفاظ على التراث والنسيج المميز لمنطقة القاهرة التاريخية. دي مهمة جدا إن إحنا نبدأ نتكلم عن المنطقة من حيث التطوير. دايما لما نقول ترميم وتطوير وإعادة تأهيل، لأن الغرض من كل اللي إحنا بنعمله إن هو إعادة تأهيل هذه المنطقة. فبدأنا نحط حاجة جديدة يعني تعتبر مصدر تفاؤل لنا كلنا، إن هنتعامل مع المنطقة دي على أساس إنها منطقة تراث داخل النسيج العمراني لمنطقة مسجلة تراث عالمي عندنا من صحيح. سنة 79. كويس؟ ما نتكلمش عنها كأنها مسجلة كآثار تخضع للقانون 117-83 أو مباني تاريخية تخضع للقانون 144 لسنة 2006، ولكن هي منطقة ذات أهمية داخل النسيج العمراني. ده بياخدنا لجزئية مهمة جدا برضو اتقالت في هذا الاجتماع، الأهمية التاريخية والتراثية والديموغرافية للمنطقة. كلمة ديموغرافية دي مهمة جدا ليه؟ لأن القاهرة لما سجلت تراث عالمي سجلت على أساس أنها أقدم مدن التراث الحي. يعني إيه؟ يعني ما زالت مستخدمة حتى الآن والسكان جواها. إذا لما أجي أحط أي تطوير أو أي مشروع تطوير لازم أحط جزء السكان وطبيعة السكان ومدى استفادة السكان والمردود اللي عليهم. وإحنا لو جينا لليونسكو نلاقي إحنا في مواسم لليونسكو دلوقتي في اجتماع الرياض اللي هو من 10 ل 25 هذا الشهر. النقطة الثانية إن أنا عندي إشادات لليونسكو لازم أستغلها لصالحي. لما زارت نورية سانز اللي هي المدير الإقليمي لليونسكو سانت كاترين لسه كانت الأسبوع الماضي، أشادت بالمشروع وتوافقه مع اليونسكو وتوافقه مع المعايير اللي سجلت على أساسها تراث عالمي، فدي إشادة إحنا نستغلها لصالحنا. النقطة الثانية أول مرة نلاقي في إجماع عربي، إحنا بنشكر فعلا كل العرب على تأييد المرشح المصري الدكتور خالد العناني كمرشح لكل العرب، وكل دولة تنازلت عن هذا المرشح من أجل مرشح مصر كمرشح عربي، فدي صحيح. نقطة لينا صحيح. احنا فعلا بنشهد تطور كبير في الملف ده، وشايفين الفترة اللي فاتت كمية افتتاحات ليه، كمية مساجد ومتاحف يعني بكل الأشكال وبكل الطرق وفي كل الأماكن، ومهتمين بسياحة الآثار والسياحة التاريخية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التاريخ والآثار.